الرحمن. الحق سبحانه وتعالى حينما قال القوم أن رسول الله يعلمه رجل من البشر فرد الحق على ذلك بيقول الرحمن هو الذي علم القرآن مش البشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ما يعرفش لغة عربية، فكيف اللي ما يعرفش لغة عربية ينزل القرآن المتناهي في الفصاحة دي؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بعد ذلك نجد آية أخرى حينما يقول الحق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فجعل كلمة الرحمن أو صفة الرحمن وهي صفة الله. الله مكلف، والتكليف دائما يكون شاقا على النفس، فعشان المشقة على النفس دي الذي كلفه الله يبقى مشقة على نفسه، بس هو خد وياه أنه رحمن، ففيه رحمانية وفيه اقتدار. ولذلك تجد أن بدء الخلق حينما بدأه الله في أنه خلق الأرض والسماء ومش عارف إيه وسواها في 6 أيام، قال الحق ثم إيه استوى على العرش الرحمن. اللي استوى مين؟ ما جابش كلمة الله، لأن الله فيها تكليف والتكليف يبقى مشقة على النفس، بل جاب صفة الرحمة، لأن معنى استوى الأمر واستتب له يدل على زي ما ولله المثل الأعلى، ما يكون مثلا ملك على حتة وأي بيتبب أموره وبعدين يجلس على العرش، يبقى معناه أن الأمور إيه استتبت له. فلما استتبت له مش استتباب قهر وسيطرة، ده استتباب رحمانية. ولذلك كل استوى يجيبها للرحمن، الرحمن على العرش استوى، الله ما قالش الله الرحمن، يعني ما تاخدكوش صفة الألوهية بما تكلفكم به تكليف شق، بل دي خذوها بإيه؟ لأنه ما كلفكم شيئا يعود عليه، إنما كلفكم شيئا يعود عليكم أنتم، ومع ذلك التكليف بيبقى شق، لكن إيه الرحمن. فاللي استوى على العرش مين؟ بعد استتباب الوجود كله بالأمر الرحمن. ولذلك قالوا وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع. ففي سورة الأعراف ثمة يونس، وفي الرعد ما أعطاها فللعد أكده خلاص، وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد فهم وفهم مؤيده. كل ذي استوى على الايه؟ ما قالش الله استوى الرحمن على العرش، يبقى علشان يبين لنا ان استواء الله على العرش دليل التمكن من الخلق الذي خلقه، اوعوا تفتكروا انها جبروت بس، لا ده هي رحمانيه، ده في اول الخلق. وبعدين برضو يجي في اخر الخلق بعدين لما نروح له هناك برضو يقول ايه ان كل من في السماوات والارض مش الا اتي الله الا اتي الرحمن عبد، عشان حتى اللي اسرف نفسه يقول ده احنا رايح للرحمن، رايح للرحمن. إذن كلمة الرحمن هي سيال العطف والمحبة والحنان على المخلوق. هي هنا بقول الأخ محمد نبينا على أنها هي آية لوحده، شوفت كانت الرحمن ونمرت واحد، يعني هي آية لوحده، فكأنه إذا أطلقت كلمة الرحمن لا تنصرف إلا على الحق.